بسم الله الرحمن الرحيم. في ظلال يوم الاستقلال تستذكر نقابة المهندسين ومعها كل الأردنيين بكل فخر واعتزاز جهد الرجال الأوائل وتضحياتهم، وقد صنعوا للوطن نهارات الحرية وعباءات الكرامة. وتحيي جند الوطن ورماحه موضع التقدير والثقة، وقد بذلوا في الدفاع عن تراب الوطن وكبريائه المهج والأرواح. نستذكر رجالات الوطن الأوائل الذين شيدوا اللبنات الأولى لهذا الوطن الغالي، والذين عبر مؤتمراتهم وإنجازاتهم حققوا لنا أردناً نفتديه بالمهج والأرواح. إن هذا اليوم الوطني المبارك يأتي واللحظة الراهنة تستدعي أن نجعل من مناسبته لحظة مراجعة وطنية وتقييم أداء واستنهاض همم. إن نقابة المهندسين الأردنيين إذ تبارك لأبناء شعبنا العظيم بالذكرى المجيدة تؤكد أن تعزيز الاستقلال والحفاظ على منعة الوطن إنما يحتاج شراكة وطنية أساسها مشروع وطني يسير بالوطن نحو دولة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة وتكافؤ الفرص. فالوطن مثقل بالتحديات والصعوبات، ونقابة المهندسين كما عهدها الأردنيون على الدوام يد بناء وبيت خبرة ورصيد وطن وأمة، تدعو أن تكون رسالة الاستقلال نهجا اقتصاديا أردنيا خالصا وإصلاحا سياسيا يليق بالوطن، فيكرس المنجز ويعالج الاختلال وينجز التشاركية ويحقق التنمية العادلة ويستث الفساد ويصون الحريات العامة ويدفع عن الوطن الشرور. إن المخاطر المحتقة بالوطن تقتضي العمل على تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على منعة الوطن والوقوف بحزم وصلابة أمام ما يحاك له في العتم ولمستقبله وغده. ومن هنا تؤكد نقابة المهندسين مجددا وقوفها خلف لاءات قائد الوطن الثلاث ورفضها القاطع لكل المشاريع الصهيونية، والتمسك بثوابت الأمة والوطن والالتفاف حول رايته، مؤكدين دعمنا لخيار المقاومة باعتباره الطريق الأنجع لرد كيد المعتدي والدفاع عن الأرض والهوية والإنسان في فلسطين الحبيبة. كما نؤكد على موقفنا الثابت من رفض الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني ورفض التطبيع معه بكل أشكاله. التحية كل التحية لأبطال المقاومة ولشعبنا الفلسطيني المجاهد ولشعبنا الأردني، ألف تحية وتعظيم سلام. المجد كل المجد لجيشنا العربي، ورحم الله شهداءه ورحم شهداء الوطن والأمة. حفظ الله الأردن سيدا عربيا حرا عزيزا أبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.